الجميع بتفوقه، وهي من عائلة تربوية وأيضا عائلة تحتوي على عدة شهادات أطباء ومهندسين، وعائلة معروفة بارتفاع درجاتهم بالامتحانات. تفاجأت الطالبة أثناء ظهور نتائج الامتحانات بدرجات متدنية وصفر لجميع المواد، وعندنا نتائج الطالبة من مدرستها اللي داوم بيها من صفوف الرابع والخامس بارتفاع الدرجات. أستاذ يعني كانت صدمة، وحد الآن ما مصدقة إنها درجاتي، توقعتها كلها ميات، تفاجأت إنه كلها صفارة. بحد الآن مصدومة، ماذا أصدق إنه هاي درجاتي، ماذا أصدق إنه هذا اللي صار، يعني الدفاتر وينها، الحل وين راح، معقولة تجي كلها صفارة؟ كانت صدمة. انت بنت كل العراقيين، والساده المسؤولين ان شاء الله على هذه المناشده وهذا التصوير انا متاكد راح يرفعون الظلم عنك، ووجهت عده مناشدات لكل المسؤولين، وهذه التقرير احنا راح نفعله على كل المواقع وكل القنوات، وهذه دعوه ايضا لابنائنا، ابناء مدينه الانبار من اعلاميين وناشطين مدنيين ومثقفين للانضمام معنا في حمله رفع الظلم عن ابنتنا غفران.